ينادى على فلان، فلان ابن فلان، ويقول الملك: هذا فلان ابن فلان، من كان له عنده من مظلمة فليأتي. يا الله، يأتي الغرماء بقى، واحد يقول له: أنت شفتني مظلوم ولم تنصرني. التالي يقول له: أنت أكلت من حقي، سبحان الله، من أخذ من حقي الله. لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة. الإبرة والخيط. يا ربي، ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء، لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل، تدق الله بآخر. وأين غفران ورحمته؟ غفران ورحمته لمن قدم خيرا يا أخي. ده فيه متمردين يا مؤمن، فيه كام واحد، كام مليار في العالم الآن يقولون: أنت لست ربا، وأنت لا لا، وليس لنا رب، والعياذ بالله. كم مليار؟ سلم يا رب. مليار صحيح. لا إله إلا الله. فيخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر. في الاستوديو الان نفرغ هذه الساعه التي تكلمنا فيها كلاما. نعم. عايزين 50-60 صفحه. صحيح. طيب صحيح. طيب ما تفرغ عمل 70 سنه. يا ربي يا ربي. حركه وذهابا وقياما ونوما وظلما وعدوانا وعباده وتهجدا وبعدا عن الله وانحرافا ومجالس زور ومجالس خير، كل ده مكتوب. يقول عبدي: اطلع. على ماذا؟ على مسجد الله. ويتركه حتى يطلع؟ اطلع. يحتاج الى اعمار. يقول: يا ربي، انت لست بظلام للعبيد. العبد لا 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 الله يتودد يتودد. يقول: اقرا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، عشان احكم. لا تظلم نفسك شيئا. ما فيش. كفى الطلب. يظل يقلب الصفحات، فلا ينكر منها شيئا. احصاه الله ونسوه. سبحان الله. اطلعت يا عبدي؟ يطلع العبد، يسأله ثلاثة أسئلة، كل سؤال أعجب من أخيه. الأول: عبدي، هل ظلمك حفظتي؟ يا ربي يا الله. يقول: لا. ينطق. السؤال الثاني: ألك حسنة مخفية؟ يعني الملائكة مثلا نسوا حسنة لم يكتبوها، يعني استثقلوا دمك مرة أو لا؟ يقول: لا يا رب، لا، كل حسنة عملتها مكتوبة. السؤال الأعجب هو الثالث: ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يا الله. الرسول قال هذا، الصحابة ما تحمل. يا الله. أيقبل ربنا منا الأعذار يا رسول الله؟ قال: لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. الله، لا إله إلا الله. بس السؤال: نعم. ما العذر؟ أي عذر؟ يقبل عذر الدنيا. إيه العذر؟ ولا عذر. هذه مصيبة. كنا مخدوعين. لا معلش، هو أنت اللي خدعت روحك. يخادعون الله وهو خادع، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كنت غافر، قال لك: ولا تكن من الغافلين. كنت ظالم، قال لك: إياك والظلم. لا عذر أبدا. إيه العذر؟ لا، أنا أصلا كنت بصراحة ما كانش عندي وقت للصلاة. لا، ما قلتلكش تصلي 24 ساعة. قلنا كل كم ساعة قف كده صلي ركيعات. الدوام والعمل. لا. ما كلفناك فوق الطاقة. انشغلت صلي، اجمع الصلوات على سفر واقصر، في صلاة خوف. دائرة الحلال كلها، أنت اللي مشيت في طريق الحرام. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أنت أعطيناك نفس طيبة، فطرة نقية، نجستها وغبرتها وقذرتها وانحرفت بها بعيدا عن جدة الطريق، فماذا تبغي منا اليوم؟ عايز ايه؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب.